اهلا بيكو. مش كل ما بنعمل سمك بنعمل جنبيه شوربه السي فود، اولا لان في ناس بتبقى شايفاها ان هي غاليه قوي، وجمبري وكابوريا وحاجات كتير قوي كده. بس اقول لكم على حاجه، هي مش هتبقى رخيصه يعني للدرجه، ومش تبقى غاليه قوي، تمام؟ بس يوم ما نعملها بقى بمزاج كده، نعملها ونشربها واحنا مبسوطين، ونعملها صح. فالنهارده هنعمل شوربه السي فود بالكريمه بطريقه مضمونه بقى 100%. واقول لك بقى يا ستي تعملي ايه. احنا هنروح لبتاع السمك وهنقول له ادينا، انا عندي مثلا بقول له هات لي كيلو، طبق كيلو سي فود مشكل للشوربه، بيدهوني بكام؟ ب 180 جنيه. يعني مبلغ مش رخيص، اللي هو 180 جنيه ومش غالي قوي، عشان انا مش هعملها كل ما اعمل سمك. يعني مثلا انا ممكن اعمل سمك مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، يعني 4 مرات في الشهر ده المينيمم او اقل حاجه، فمش هعملها كل مره، ممكن اعملها مره مثلا. ف 180 جنيه في مره حلو جدا. هيدينا ايه بقى؟ هيدينا سمك فيليه، وهيدينا جمبري، وهيدينا صبيط وكابوريا وجندفلي. تعالوا بقى نعمل خطواتها سهله جدا وبطريقه 100%. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الشوربه اللي هنعمل بيها شوربه السي فود. بتتعمل من اي عظم سمك عندك. انا هستخدم دلوقتي قشر الجمبري، تمام؟ عندك مثلا انت خليتي بلطيايه، خليتي سمك قشر بياض، اي راس، شلتي راس بوري، اي عظم سمك عندك هنعمل بيه ايه الشوربه دي. انا عندي القشر بتاع الجمبري زي ما قلت لكم، هحطه كده. حط معاه بصل، جزر، كرفس وورق لوري، وهتبله كمون، كزبره ناشفه، كل ده معلقه صغيره من كل حاجه، ملح، فلفل اسود، ونديهم تقليبه. نحط بقى ميه سخنه، اول بقى ما يغلوا كده مع بعض شويه هحط يعني معلقتين كزبره خضراء، تغلي معاهم اخر غلوه بس. طيب دلوقتي بالنسبه للكابوريا والجندوفلي، بيبقى فيهم رمل. الجندوفلي هنحط والكابوريا هنحط عليهم ميه بتغلي عشان لو فيهم اي رمل ينزل. كمان الجندوفلي فيه حاجه مهمه جدا، اللي مش هتفتح معاكي ما تحاوليش تفتحيها، ما نخالفش إرادة ربنا، عشان هيبقى فيها رملة، فانت هتحاولي تفتحيها هتقولي مش مشكلة ما فيهاش حاجة، وتحطيها في الشوربة هتلاقي الشوربة كلها رمل، فالمقفولة خلاص نتخلص منها خالص. نحط بقى مية تغلي كده، وزيهم على الكابوري. بصوا الشوربة بتاعتي غليت، هطفي عليها بقى، وانا باخدها هصفي ده كله منها. بس ايه، قبل ما اصفيها اضغط كده على راس الجمبري عشان يطلع لو في بقى لحمه بقى وفي كل حاجه تنزل في الشوربه، او ممكن بالهراسه بتاعه البطاطس كمان تستخدميها. دلوقتي بقى هنتبل السي فود. هنحط الصبيط يكون متقطع كده صغير، هو راجل بيقطعه لك عامه، الفليه، السمك الفليه، جمبري، كابوريا بعد ما صفيتها، الجندوفلي، والحمد لله كله فتح معايا عشان هو طازه. تبل بقى 5 فصوص ثوم مفرومين ناعم، رشه كزبره، رشه ملح، رشه فلفل اسود، واقلبهم بقى كويس. هحط بقى شويه زيت في الطاسه كده، في الحله قصدي، ومعاهم بصلايه متقطعه صغير جدا كده. هنحط بقى هي ايه، تتشوح بس كده، ونحط كل السي فود اللي احنا متبلينه. هنقلب بقى، هتلاقيه بينزل ميته. السي فود ما نزودش عن 10 دقايق عشان الحاجة ما تشدش معاكي، فهينزل ميته يغلي، ونزود بقى الشوربه اللي احنا عاملينها، ونكمل بقيه خطواتنا. بص هو غلي ونزل ميه كتير ازاي كده، تمام قوي. انا بالنسبه لي كده حلو جدا. هناخد بقى من الشوربه اللي احنا عملناها دي،
نحط كده هنجيب بقى كوباية من الكريمة اللباني ونحط كده وعليهم شوية شبت كده أخضر بيدي طعم تحفة ورشة كده من الكزبرة تغلي بس غلوة واحدة وندفي عليها نغرف بقى الشوربة بتاعتنا خلصت ما خدتش يعني هم تلت ساعة بالكتير كل حاجة كانت خلصت وثانية واحدة بقى عشان أنا مش هشوف الطبق ده تاني فأنا لازم أدوق يعني ازاي اعمله ما ادوقهوش بصوا بقى هي بتبقى بيضة كده وحلوة وكريمي طعمها تحفة اشوفكم على خير كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com